بنت وانت بتشتغل مس اسبرو بيوت بنت هيكسي هيب تقطن عندك مس اسبرو بيوت بنت هيكسي هيب تقطن عندك الاي سي لي. طب عايز غاز البروبين، ركز بقى، بروبين اجيبه بنزع الماء من الكحول البروبيلي والبيوتين من الكحول البيوتيلي والبنتين من الكحول البنتيلي والهكسين من الهكسيلي والهبتين من الهبتيلي والنونين من النونيلي والديكين من الديكيلي. يبقى اي الكين يحضر واثق فيا، ما تثقش في حد يا ابني. اوعى ما تثقش في حد، اذا كان انا ما بثقش في نفسي ايه اللي تثق فيا؟ الله العظيم ده كرات الكربون. مره بقدرت المقطع ا، مره بقدرت المقطع ا، ومره بقدرت المقطع ا. وباكد على حاجه ان مش من اول مس، لان زي ما هناخد بعد كده مس في منه نيسان بس مفيش منه اين وعين، يبقى احنا هنبدا من اول مين؟ وبناء عليه تعالى انت حفظت العشرة، وبناء عليه هتعرف تقول المركبات مره الكان ومره الكين ومره الكين. يبقى المشتقات عندك او الهيدروكربونات الكان الكين الكين. نبدا لو في ذرتين كربون يبقى انسان انسين انسان. ثلاثه بروبان بروبين بروباين. ها بروبان بروتين بروتين بنتين 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 هكسان هكسين هكسين هبتان هبتين هبتين اختان اختين اختين نونان نونين نونين ديكان ديكين ديكين. انا عايز بقى وانت واصحابك ماشيين في الشارع النهارده بعدين يلا بس ما تسكتلوش. لو بص صاحبك يعدي من جنبك يقول لك ايه يسال يسين يسين خش ده ايه كله بربان مليون بربان. بنتين 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 يسال يسين يسين ايه مش بقى معاه ما تخلصت. لان التفنن ده معروف عندنا ان هو لا يلتصق، ومع ان عند اهل الكيمياء كلهم التفنن لا يلتصق، لو سالت البت دي ايه هتقول لك بيلزق بيلزق والله بيلزق معاه. ولذلك عملنا لهم حاجه احدث دلوقتي، في دلوقتي يا ابني سيراميك وجرانيت، سيراميك وجرانيت في صرف بان والله العظيم، وعلى فكره بيلزق برضو منهم. مهما العلم اتطور يا ابني يظل النوع ده موجود. بص يا سيدي، ان انا عزمت كل الناس دي على السينما بجد يا مستر. اه بجد يا ابني. امتى يا مستر؟ خلاص احنا يوم الخميس هنبعت لكم اتوبيسين وناخد الناس ونطلع على سيتي ستار واحجز لكم. لا بجد؟ اه بجد يا مستر. ركز بقى خلاص، ركز في الاحداث. بص يا ابني، امتى يا مستر؟ خلاص بقى امتى؟ يوم الخميس الساعه 7 مساء. المهم وكما هو العاده ميعادنا الساعه 7، كل الناس اتجمعت 6:30. انت عارف ان ما حدش بيتاخر على سينما، احنا ممكن نتاخر على دارس، نتاخر على صلاه، لكن سينما والحاجات دي احنا ما بنتاخرش، وده كلام معروف صح ولا غلط؟ ولذلك انا بقول لطلاب المحترمين دايما، دي بجد نصيحه، انا مش ضد انك تكون منضبط في ميعادك. يعني هقول لك على حاجه، بص الناس قبل السينما هتلاقي الناس فعلا بتيجي قبل الميعاد بنص ساعه وتجيب علبه فشار كبيره وتقعد تاكل. طب ما انت زي ما انت حلو كده وبتيجي للحاجه دي جري. انا مش ضدك على فكره، انا عايزك لكل حاجه بقى تيجي جري، بس لما تبقى حاجه فيها خير او مسارعه الى ربنا سواء علم او عباده وسارعوا. ربنا يقول لك وسارعوا الى مغفره من ربكم، صح؟ هتلاقي كل الحاجات اللي فيها علم وفيها دين ربنا بيقول لك سارع فيها. قال لك بص انهم كانوا يسارعون في الخيرات، صح ولا غلط؟ ولا يعملون الخيرات، في فرق بين الاثنين. في نوع من الناس يسارع فيها. فانا عايزك انت بقى لما انت تبقى جاي للخير، لا 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 للخير علم ودين، لا تسارع، ما تقومش وانت عمال تجر رجلك. ولو مقومك لرحله مش هتنام الليل، مش هتنام. يعني انت لو صبح رايح رحله مع حد، انا ما عرفتش انام من من اشتياقي. يا سلام يا سلام. مش هقول
معايا؟ انا عارف بس مش هقول. عود نفسك بقى. 40 6 5 30 5 6. قولي والعمل اللي واثق فيا. ما تثقش بحد يا ابني. اوعى ما تثقش بحد. اذا كان انا ما بثقش بنفسي، ايه اللي تثق فيا؟ الله العظيم. تلاقي بقى البنات وهم في المعمل وهي بترج بتنم مع صاحبتها عن واحده تانية. يا بنت يا بنت يخرب بيتك يا بنت، هتخش النار يخرب بيتك. بقول لك استغفري، بتنمي عن واحده صاحبتك تقول لها شفت ايمان عملت ايه امبارح؟ ما انت مالك بايمان، مفيش دعوه بايمان، انت مالك بيها. تضحك تضحك، ده انا هنفخك في الامتحان، هنفخك هنفخك. اخ استغفر الله العظيم.